ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. نشرت العديد من الصفحات السعودية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو مثير يوثق للحظة تقديم سعودي لمبلغ مالي كبير لشابة مغربية كصداق بعد الزواج منها، ويظهر الفيديو السعودي وهو يؤكد منحه مجوهرات لزوجته قبل أن يدخل شخص مسن يبدو على أنه والد العروس، حيث استفسر عن قيمة الصداق. وفور تداول هذا الفيديو تفاعلت ناشطات سعوديات عبرن عن غضبهم الشديد وغيرتهن بسبب قرار المواطن السعودي الارتباط بشابة مغربية ومنحها مبلغا كبيرا لها كصداق. ها فلوسي، ها فلوس الصداق ديالي، ها بابا. هذا الصداق احمد، الله يكمل بالخير. اللهم امين. اللهم امين. الله يجعلكم ذريه صالحه. الله يسبحك. سبحان الله. الصدقه شرح لي انت. انا قال لك باقي غادي يزيدني وعطاني قبل صح، وشرى لي الذهب وتسرق لي تسرق وسرقوني في الحضر حتى طليقه. الحمد لله. مليون هذا، مليون هذا. الله، هذه 50000 ريال سعودي، يعني 24 مليون. هذه 22 مغربي، 23 مليون مغربيه. دابا تيقول 23 مليون. ايه. وانا خصني نصرفو دابا، العروض طالع دابا، انت شويه وانا شويه. نشكركم على حسن المتابعه. قناه ماروك اخبار يوميه.